بضائع عبر معبر القرقرات، وفي نفس الوقت إنهاء العبث الانفصالي في المنطقة شرق الجدار. في كل هذه التطورات كنا كبلد نعرف إن الوطن غفور رحيم. إذا منحنى هذا العام النقطة الأولى هذا تفتت وتشدي الجبهة الانفصالي، معاناة ساكنة المخيمة، وما العمل لإنهاء. محمد الأمين ديدا، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. طبيعة الحال اليوم الحزب العدالة والتنمية ينظم هذه الندوة الوطنية المفتوحة حول قضيتنا الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية. هذا وإن كان هذه الندوة مبرمجة في إطار البرنامج السنوي للحزب، إلا أن توقيتها توقيتا استثنائي بدرجة أساسية. أولا لأنه جاء من بعد خطاب جلالة الملك في البرلمان، والذي كانت محور الكلمة كلها متمحورة حول قضية الصحراء، واللي هي رمزية والله إشارة يجب أن يفهمها الفاعل السياسي، وأن يفهمها كذلك الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، بأن يجب أن يكون عندهم دور في المرحلة المقبلة، وبالأخص المرحلة المقبلة التي رفع عليها جلالة الملك شعارا هو الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير في هذا الملف. هذا بالإضافة كذلك بأن شهر أكتوبر هو واحد الشهر معروف سنويا بأنه يتم تداول في موضوع القضية الوطنية في إطار المحافل الدولية، في إطار كذلك المنظمات الإقليمية، وكان ولا بد من أن نعطي رأينا ونعطي تصورنا كذلك في هذا الوقت. شكرا.